مش بعمل اي حاجه غير مع حضراتكم، واذا عملت حاجه بقول عليها، ما بخبيش. العدس على النار بيستوي كده، وموطي عليه النار اللي هو بتاع الفته، والمطلوب ان يكون خفيف بالشكل ده كده، وروقت البوتاجاز بتاعي وجاهز كده اهي، وعلى ما يجوا الضيوف بتوعنا علشان نبدا نحط الفته. ولكن للامانه موجود معايا عدس، ده هقدمه كشوربه. اللي مش عايز ياكل فته يشرب من شوربه العدس دي. جيب لي العدس كده وهو بيتكلم مصري في قلب الطاسه بتاعته. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ واخد الطماطمايه والجزرايه والبصلايه والتومايه، زيت زيتون او سمنه او زبده حسب الرغبه، ايهما افضل يا عم الشيف؟ الافضل معلقتين زبده لشوربه العدس. ونروق على الطبق ده كده زي الفل. دي شوربه العدس. العدس ده ما نقدرش نختلف عليه بجو البرد. متواجد وزي الفل. ممكن نزين الطبق ده برشه بقدونس حلوه كده حسب الرغبه. ده عشان الصوره. ولكن لو احنا هناكل على السفره مش بحب البقدونس على الوش. انا كده بتكلم الصراحه على طول. نبص على الفرن كده ايه الاخبار؟ اللحمه بتستوي زي الفل، والكيكه بتاعتي في قلب الفرن. ابص على الحاجه تمام زي الفل. طبعا اللحمه دي هنحطها على وش الفته. تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير فراخ مشويه بالزبده والليمون. المقادير على الشاشه: صدور فراخ، ثوم، زبده، عصير ليمون وسلايز ليمون. دي المقادير. تاني: صدور فراخ، زبده، ثوم، عصير ليمون وسلايز من الليمون، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه زعتر، ومعانا طاسه سخنه على النار. تعالوا نعمل الفراخ دي بسرعه كده مع بعض. اول حاجه بجيب سكينه وتكون حاميه عشان اقطع الفراخ دي شرايح. حلو الكلام؟ ينفع نعملها فراخ سليمه؟ ممكن حسب الرغبه. اللهم صل على النبي. صدر فرخه زي ده كده. وانا عملت الفراخ دي عشان في اطفال على السفره بيحبوني وانا بحبهم، مش هياكلوا من شوربه العدس ولا عايزين عدس. في كده بيبقى دايما على السفره برضو ايه، يقول لك والله يا ماما انا مش بحب شوربه العدس. متعودين يشوفوا الفته لحمه هبر كوارع الحاجات دي كلها. فعملنا لهم صدور فراخ مشويه اهيت زي الفل، وبتاخدش وقت، 10 دقايق بيكون الطبق جاهز. اهم حاجه تكون الطاسه سخنه وتقطعي الفراخ كده شرايح رفيعه عشان ما تاخدش وقت كتير من السوى. بالشكل ده كده اهو، نشيل دي من هنا ونتبل الفراخ دي سريعا كده بتتبيله لطيفه اساسي فيها زيت الزيتون، والجريلا جاهزه. بس قبل كل حاجه عايز اشرح لحضراتكم ترتيب تنفيذ الحلقه او اعداد الحلقه. اول حاجه بالكيكه اللي بتاخد وقت كبير في السوى، حطيتها في قلب الفرن. وبعد كده العدس كان على النار بيستوي، ده الطبيعي. ونحط فلفل اسود وتوم، شويه زيت زيتون، مع عود روزماري موجود معانا زي الفل اهوت. دايما خلي في مطبخك الروزماري والزعتر، ده زيت زيتون اهوت، وده الروزماري بتاعنا. ممكن روزماري يابس ينفع، بس ده ينطحي الناعم. اللي بيستخدم الروزماري الناشف في الاكل يفضل استخدامه ناعم، يديله فليفر ويدي الطعم بسرعه. اما اللي هيستخدمه ناشف ويابس بياخد وقت كبير زي الحبهان كده. لما نحطه طبعا سليم، نبدا نحط الفراخ على التتبيله دي كده ونقلبها. ملاحظين حاجه؟ ان انا ما حطيتش بهارات كتيره، هو ملح وفلفل وروزماري وتوم عشان طعم الليمون هنا يظهر مع الزبده. امتى نحط الزبده والليمون؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. طاسه اخبارها ايه؟ بتناديني. يلا. في قلب الطاسه. ودي بتعملها كده في ثواني معدوده، بس اهم حاجه الفراخ تكون متبله وجاهزه. اللهم صل على النبي. زي الفل. حلوه. الفراخ بتتشوي على النار، نعمل الصلصه بتاعتها اللي هي الزبده والليمون. نبدا ان احنا نقلب الفراخ مع بعض كده بسرعه يا فندم. لطيف. ممكن سؤال جالنا من على السوشيال ميديا: العدس بعد ما يستوي ينفع نحط عليه قالب زبده؟
نحط يعني معلقه زبده كويس تبقى حلوه قوي على فكره، وما نكترش كتير يعني، عشان كده كده العدس اصلا يعني حاجه صحيه ولطيفه ومش مؤذي. عشان يقول لك مثلا معايا السكر معايا الضغط مش باكل عدس، لا العدس مش مؤذي بس نستخدمه صح. انا عملته بصراحه ب معلقه زيت زيتون في البدايه خالص، وانا دايما لما بعمل شوربه العدس بشوح البصله والثومه قبل ما بحط عليهم العدس وبقيه المكونات، ما بحبش تبقى البصله نيه كده في شوربه العدس بتدي طعم مش لطيف. خلوا بالكم نشيل دي عشان قطعنا عليها. ايوه يا فندم، شوربه الطماطم على الشاشه مع بعض، طماطم مضروبه في قلب الخلاط، حلو الكلام. بنحط عليها روزماري، بنحط عليها زعتر، وبعد كده اضافه الكريمه اللبان لشوربه الطماطم اختياري، اضافه الشوفان للكريمه للشوربه اختياري حسب ما احنا بنحب. والسؤال ده طبعا من خلال السوشيال ميديا، علشان حبايبنا اللي بيتواصلوا معانا على السوشيال ميديا، وعشان حبايبنا اللي على السوشيال ميديا احنا بنحدد يوم في الاسبوع بنعمل الاكل اللي حضراتكم بتحبوه وبتطلبوه. دي بطاطس انا شويتها في الفرن عشان اقدمها مع الفراخ المشويه، عشان الاطفال الحلوين ما يعترضوش وياكلوا ويقعدوا على السفره، يشاركوا بابا وماما على السفره. اه بطاطس شكلها لطيف وحلو، حطيت زيت زيتون مع شويه روزماري حلوين وملح وفلفل وشويتها في الفرن، وانا واقف كده في المطبخ بتسلى اكسب وقت. ما كده كده الفرن متولع وجاهز. انا عايز اقول حاجه حلوه، اللي عندها فرن كهرباء او غاز وبتجهزه علشان تعمل تورتايه، ما تحرقش الغاز والكهرباء على الفاضي، حط في الفرن اي حد شويه بطاطا، صدرين بطاطا حطيهم في الفرن يتشوي. ما عندكيش بطاطا حط بصل يتشوي، ما عندكيش بصل حط شويه بطاطس زي اللي انا عاملهم دول يتشوي. استخدمي الطاقه بتاعه الفرن في تسويه بعض الحاجات، خلي بالك دي فكره لطيفه وجميله. بنتبل الفراخ في الثوم والزبادي مع شويه ملح وشويه فلفل وحبهان، طالما حطينا زبادي نحط حبهان، الزبادي يحب الحبهان، بياخدنا لمدرسه الشاورما. اهو فراخ تشتوت زي الفل، طلعها بقى في طبق، شايفين الجو ده كده؟ الشوايه بتاعتي بتساعدني زي الفل، درجه الحراره بتاعتها حلوه. اهو ممكن على فكره تعملي حاجه حلوه تقدميها في نفس الطبق، تقعد سخنه فتره طويله زي ما انت عايزه، ممكن نقدمها في الطبق اللي انا مجهزه ده كده. اهو بالشكل ده كده. اهو يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما خدتش وقت، فراخ مشويه. نعم سؤال تاني من خلال السوشيال ميديا، ينفع بدل الفراخ سمك فيليه؟ ينفع، فيليه قشر بياض نفس الطريقه. ينفع بدل الفيليه جمبري؟ بنفس الطريقه، يتقدم جمبري مشوي بنفس الطريقه. الله على الفراخ دي. عايزه تعمليها بالصويا صوص بدل الليمون اللي انا مجهزه ده كده؟ حسب الرغبه. حلوه قوي الفراخ دي، اقدمها كده طبق سريع وسهل. ناخد الصلصه اللي انا عاملها دي كده، نحط عليها شويه ملح صغيرين، شويه فلفل صغيرين، يلا زي الفل تمام. الله 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 الله، زبده وليمون على الوش كده. خلي بالك لو انت حاطه ملح مع البطاطس اعملي كنترول في موضوع الملح ده كده. ممكن تبقى خليكي احسن من الشيف المغازي بقى وجودي زي انا دايما ما بقول، الفراخ دي تاخد غلوه في الصلصه دي اللي هي صلصه الزبده والليمون على النار، تاخد غلوه كده تبقى لطيفه وجميله حسب ما انت حابه. نشيل ده كده من النار، حلو ده مطلوب. تعالوا نشوف الفرن فيه ايه ونشيل دي من على النار.